بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام. تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات في هذه الفترة المسائية التي نشهد فيها تحديات وانطلاقات. هذا السن سن الحقائق، سن المتعة وسن الإثارة، ومن مسافة 4 كيلومترات ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. إذن متابعينا الكرام، انطلق وعلى بركة الله الشوط 14 للقعدان. نذهب ونسير إلى مقدمة هذا الشوط لأرى مع المركز الأول ومع الصدارة الذيب شعار مبارك باللايق بن حمود الشلاقي الشمري، من يتقدم مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات بندر يحتل المركز الثاني بشعار عبد الله بن خيل الله بن سلامة الفايدي الجهني. بينما المركز الثالث الذي قدم في هذه اللحظات هنا الوصول من قبل سياف شعار بطحان بن مسعود بن سعيد الفهيدة المري، والقادم مع المركز الرابع العيده بشعار علي بن ربيع بن عبد الله آل رزق العجمي، قادم مع رابع المراكز. المركز الخامس أتابع الوصول في هذه اللحظات من الواصل بشعار مطر بن علي بن مكتوم الجنيبي، من يحتل المركز الخامس. نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط وإلى المعركة الأمامية بقيادة بندر مع المركز الأول بشعار عبد الله بن رويشد الجهني، من يتقدم ويترأس الجموع ليقدم لنا شعاره مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. شعار عبد الله بن خيل الله بن رويشد الجهني هو المتقدم في هذه اللحظات مع المركز الأول ومع الصدارة، أحد المحاربين والأبطال القادمين والعانين من ميدان الزعفران. عبد الله بن رويشد الجهني يقدم لنا شعاره في هذا المهرجان، ينطلق مع المركز الأول بونايف مع صدارة الشوط. بندر يحتل الصدارة. المركز الثاني القادم الواصل مطر بن علي بن مكتوم الجنيبي، من يحتل المركز الثاني، أحد الأشقاء القادمين والمشاركين في هذا المهرجان، قادم من دولة السلطنة مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الوصول وأتابع القدوم في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار. وصل أشقر في هذه اللحظات ليتقدم عبد الله بن حمد بن علي الربيعان مع المركز الثالث. وصلوا أبناء ميدان الطرفية ووصلوا أبناء القصيم يتقدمون مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل الهاجري في هذه اللحظات، شعار بن ظفر قادم مع المركز الرابع. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات الرامي حشر بن ظفر الهاجري، هو المتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع، ولكن الوصول في هذه اللحظات من ياسر بن عزيز بن حامد القرشي، من يقدم شداد. وصلوا أبناء الغربية ووصل بن عزيز راعي الهلالية قادم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. الواصل الواصل يواصل مسيره إلى الفوز وإلى النوماس، يواصل هذا الإبداع وهذا الامتاع في سن السرعة بشعار الجنيبي. المركز الثاني بندر بشعار بن رويشد. المركز الثالث أشقر.
بشعار الربيعان والمركز الرابع يصل في هذه اللحظات شعار بن عزيز. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات فجاج، وصل بومذارع سالم بن سعيد بومذارع المري قادم مع المركز الخامس. اذا متابعينا الكرام افتتحنا لوحة الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير والمثير. الله على هذا الشوط، الله على هذه الاسماء، كوكبة من النجوم، كوكبة من العمالقة يبحثون عن الانتصار، ولكني ارى الخطر القادم من قبل شعار المغيري. يقدم الحذر ناصر بن نايف بن صالح المغيري، ولكن الربيعان، الربيعان والله ما منا امان. اشكر يا ابو حمد، اشكر يا ابو حمد. عبد الله بن حمد الربيعان، عبد الله بن حمد الربيعان يقدم لنا اشقر، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا هذا الشعار الذي اعتاد على الانتصارات، اعتاد على البطولات، على النواميس، على الحضور المشرف في كل مهرجان. اشقر مع المركز الاول الواصل في الملاحقه، ولكن روح اشقر، روح اشقر. عبد الله بن حمد الربيعان يقدم لنا هذا الابداع وهذا الامتاع. الربيعان قلت لكم ما منا امان. التهاني والتبريكات لمالك اشقر ولعشاق هذا الشعار، تهانينا لابناء الربيعان كافه على هذا الانتصار. مشكور يا ركان، مشكور يا فيصل، مشكور يا عبد العزيز، تهانينا يا عبد الله يا بن حمد على هذا الانتصار والانتصارات المتواصله في كل محفل في كل مهرجان يظهر ويظهر هذا الشعار. تهانينا، تهانينا والنوماس لعبد الله بن حمد الربيعان على هذا الفوز. المركز الثاني وصل شعار ياسر بن عزيز القرشي مع شداد. المركز الثالث شعار بومذارع من احتل المركز الثالث. تهانينا لسالم بسعيد بومذارع على فوز فجاج. بالمركز الثالث المركز الرابع من نصيب الواصل مطر بن علي بن مكتوم الجنيبي. والمركز الخامس وصل بندر بشعار عبد الله بن رويشد الجهني. التهاني والتبريكات لمالك اشقر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والف مبروك لعبد الله بن حمد الربيعان على حصوله بالمركز الاول في هذا الشوط. تهانينا والف مبروك. شكل رسالة حضارة واقتصاد يعتبر مضمرة الكون كله بكملة، يعتبر مضمرة الكون كله بكملة. استعدوا يا هل الهجنة، عيد الهجنة عاد، من عرف للعيد معنى عرف يستقبله. عيدكم مهما في حاجة ثياب جداد، عيدكم في حاجة اللي تجيب الأولى، اللي يجيب الفوز وأحلى وأحلى في كل مد، غير أصيل من خيار الهجوم من سلسلة. زيد المرجلة مهرجان الهجر من يوم جاء فيه اعتماد، وجهت لكل الأنظار مثل البوصلة.